بعد تقييم العروض لما يرفر فما كوميسيون دوتريه كوميسيون دوتريه تشوف المواصفات هل احنا توا تطلب وقت راه الكوميسيون مدير العام تاع البنايات في وزاره الصحه هل هذه اشكاليتنا احنا ماذا بينا رو بدا منذ اشهر التالي لكن الاشكاليه انه الممول السعودي هو اللي ينظر هو اللي يحدد الموعد نتاع وقتاش تقييم العروض هذه يعني رسميا سي طيب رسميا الوزير البارح حتى على الهواء سكوب انه ديسمبر 2023 ستنطلق اشغال المستشفى الجامعي الملك سلمان بن خيرو ان شاء الله هذا ما نأمله ان شاء الله ان شاء الله يا رب سامحني نعطي اضافه على مستوى المستشفى هدايا صحيح نحن كما قال زميلي سي طيب حكينا معناها في الكواليس مع السيد وزير الصحه ومع عديد المديرين العامين في اطار الموضوع هذايا وزاد بخلاف الحديث هذاك كنا توجهنا بكلمه رسميه مسجله في مداولات الرسميه لمجلس نواب الشعب على الرائد الرسمي التونسي وطالبت فيها بتحديد معناها موعد انطلاق المستشفى إضافة إلى كيفاش يقولوا فيها البلان موديراتور نتاع المستشفى وكانت إجابات معناها الوزير واضحة على مرتين مسجلين وأنا باش نسحبهم من المداولات الرسمية على الرائد الرسمي التونسي وقت اللي يحضروا باش نواجهوا بها نهار آخر في سنة 2023 وكانت الكلمة واضحة وتحية هنا معناها للمجتمع المدني اللي من سنوات مرابط معناها باش يدافع على وجود السبيطار هذايا وزاد اعطاني معناها في جوابه المباشر معناها قتله على هاك الحيط اللي قعد معناها اهانه لولايه القيروان واهانه للدوله التونسيه بصفه عامه كان جوابه تاكيدا لكلام الزميل انه انطلاق الاشغال يكون في ديسمبر 2023 بطاقه استيعاب 500 سرير مع 16 قاعه عمليات على مساحه 61 الف متر مربع وان شاء الله زاد كما هو متفق انه الاشغال تدوم 3 سنوات اليوم هذايا ميساج راهو صار في اعلى مؤسسه يعني حواريه كما قال رئيس الجمهوريه التونسيه اليوم رئيس وزير الصحه تعهد ومسجل بعد كلمه توجهت له بها وسؤال صريح وواضح وحملته مسؤوليه قدام اكثر من 700 الف مواطن قيرواني واكثر من هذا لانه جهات اخرى باش تنتفع به ان شاء الله الكلام اللي تقال وهو مسجل نتعهدوا به المرة هذه يزينا ماكل وعود اللي كما قلت له البارح غير صحيح